كنت عارف على طريقة وكيفية إيجاد العملة على تطبيق بلاي. قم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على العام، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التفضيلات، وهنا سوف نقوم بالضغط هنا على العمر، وهنا سوف نقوم بإيجاد. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.